نشوفكم في حياتك جينا والشوق يضوينا. عبد المجيد والله من يومين ثلاث ايام جاي بس شوف من اللي بالعزل مذاكرين انا سعد الدوسري انا وي اخذت سعد الدوسري شوف شوف صل على النبي صل على فرحتكم لي بعالي اي بعالي 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 بقول كلمه محمود بالله انها فرحتكم لي انها تسوى الدنيا وما بعد يمين بالله يوم شفت بعيونك الله يجعلها في درجون والله الله يجعلها في درجون الله يخليهم منكم يا عيال لا ان الامور طيبه بس انا والله ما ذاكرت اليوم راجل المستشفى اي ما الماسيه بس برضو ما ودي تروح لكن لو راح جعلها بدك ودك تروح وبرضو انت استرخي زي الاسبوع اللي فات اي لا بحاول والله استرخي. انا بالحين باقرا لي كم حرف عرفت عطوا عطوا ورقه عطوا ورقه انا على جبنه كم حرف يعني يزين اللي جت والله انا والله تحت لتحت ما شاء الله اليوم رعب نمونيه بعدين طلع بعدين ماسية كيف تدري ايش سوى؟ كبس وجاك مع الكتف الايسر طف الجبال والله انا استاهل استاهل الصيام اصلا والله انك اللهم علي فرحة عيال معي حرام والله الحمد لله يا بعد رجعت هذا بعد قايل له انا قايل لك انت ما شاء الله من الطبقه اللي ما ترجع امور طيب سعد سعد الكلفه ان شاء الله يرجع الله يسلمك كلهم العيال ان شاء الله يرجع خش خش زين الحو تبون مدي الباب ها بعايل 4 ثواني وحول هد تستاهل يا قلبي ونلزق الامور ان شاء الله امورك باذن الله يسلمك من يعمل العمل بركه اسمع صدري كذب وهد بعد 4 ثواني حول اذا ما عرفت اقرا اخر قدر 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 المستطاع حاول تركز على سؤال واحد وجاوبه اسمع بقي لك نص ساعه ركز نص ساعه ليش اعلى البراد اذا عملت سامي ايه نص ساعه اتوقع اذا عملت امر مره واحده فيمكنك تكراره كيف اعرف اولويات في الحياه اولويات سريعه اولويات مستقبليه متى يبدا البرايم يا الساعه كم ما ادري الحين ما ادري شيء الوقت راح طيب يلا ركز ركز البرايم اقصد مو بالنمره هاي الحين البرايم شكله الحين اجزاء الصوره الذهنيه علاقتك مع الله اسرتك عملك ودراستك مجال تميزك صحتك تمام من اللي قدم الصوره الذهنيه ترك الظفيري وش ختم فيه ترك الظفيري محاضرته بعمار بوغس اللي قال اذا انا هنا فانا هنا وش قال عن الصوره الذهنيه اللي إيه؟ قال انا هنا إيه؟ وش القصه لا هو اللي ختم فيه ترك الظفيري المحاضره وش كان يقول قصه بالمحاضره قصه شو اسمه ذا ضرب لنا مثال حق عمر بن عبد العزيز عن الصوره الذهنيه ان لي نفس تواقه طاقه الى تمام عمر بن عبد العزيز يلا عدنان احمد نونق هذا خبير تغذيه التغذية لها علاقة بالنمو ولها علاقة بالوقاية من المرض أو شفاء المرض تمام؟ الغذاء إما أن يكون داء وإما أن يكون دواء عوامل الصحة وش عوامل الصحة؟ الهواء الماء النوم الغذاء الهواء الماء النوم الغذاء الرياضة عوامل الصحة اللي قال ضربها إيه؟ اللي هي حقة التوازن النفسي الهواء الماء الصحة الغذاء إيه وبعد؟ النوم الهواء إيه؟ الماء الصحة الرياضة الهواء النوم الماء الصحة الرياضة الغذاء ولا الرياضة هنا الرياضة الغذاء الهواء الماء النوم الغذاء الهواء الرياضة الماء النوم هذه عوامل الصحة وبوسطها التوازن النفسي ممكن يقول لك التوازن النفسي اللي هو الإيمان وشو الهواء الماء الغذاء النوم الرياضة تمام لحم البرجر يحتوي 13% برجر والباقي شحوم وزيوت جسم الإنسان 3/4 ماء تمام 3/4 جسم الإنسان ماء براءة اختراعه اختراع اللي هو عدنان احفظ عدنان ولينا عدنان 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 إيه عدنان أحمد عدنان أحمد هذا شو فيه هو اللي يقدم الدورة ذي دورة التغذية إيه خبير التغذية عدنان أحمد عدنان أحمد أحمد سعود عدنان ولينا عدنان أحمد سعود عدنان جينج إيه براءة اختراع الطحين الصحي هو اللي سوى الطحين المثالي ويتكون من 7 حبوب الطلح 2 جنين القمح جنين القمح تخيل جنين الأم جنين القمح 3 دخن 4 نخالة
5 شعير، 6 ذرة، 7 المورينجا من أهم النباتات المضادة للسرطان، نبتة خضراء. المورينجا، المورينجا دراسته 10 سنوات، عمل في كلية الصيدلة، وهذه ما أطول فيها، هذه عمل في كلية الصيدلة والمناعة وجهاز القلب والغذاء الجسماني. دراسته وين؟ جامعة الملك سعود درس. خلاص؟ وش الأحماض الأمينية؟